ماشي. هنيجي للادويه. بصوا الجدول اللي جاي ده بيجمع الادويه بشكل عام. يعني بص على الجدول ده، ايه تجميعات الادويه دي؟ في حاجات توريكال صح؟ في حاجات توريكال، في حاجات مثلاً اذرز. عمالين نبص على التوريكال. التوريكال كلام كتير جدا، بس هو مقسمه ازاي؟ مقسمه اصل انا بدي التوريكال ليه؟ من تاني؟ بدي التوريكال لو حد فكر بالراحه كده لحالتين. والله لو حاله مايند ده عشان افتح، يعني انا محتاج كيراتوليتك صح؟ عشان كده التوبيكال ريتينويد دورها الرئيسي كيراتوليتك او كوميدوليتك بيسموها. يعني ايه؟ بتفتح الكوميدولا. او ممكن اديها في المايلد انفلاميشن او المودريت انفلاميشن بحيث تبقى انتي وبالمره انتي مايكروبيال. حد فاهم حاجه؟ بعد ما تعدي ارتب دماغي انا ليه بحط حاجه على جلدي لثلاث اهداف دول، كوميدوليتك انتي انفلاماتوري اكتر كمان سنه من ايه؟ من انتي مايكروبيال. لما تيجي تبص على كل التوبيكال هتلاقي تشتغل بحاجه من الثلاثه دول. فهو قسمهم لك، قال لك والله انا عندي حاجات مثلا، شوف بس الجمله جميله جدا، بريدومينتلي او مينلي، يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو كلهم بيشتغلوا كل الحاجات دي. على فكره الريتينويد ده له انتي انفلاماتوري افكت وايميون ريجولاتري وانتي بروليفريتيف، حاجات كتيره جدا زي ما خدنا في السيرابي. بس هو شغل الرئيسي وانا بستخدمه كده عشان ايه؟ يعني كوميدولايسيس او 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 كيراتوريس. فتلاقي مثلا يقول لك ايه اللي مينلي انتي كوميدول؟ الريتينويد كلها لو حد بس كده، الريتينويك اسيد والايزو والازاليك اسيد. طب مين اللي انتي مايكروبيال؟ عيله الاريثرومايسين والكلينتامايسين صح؟ وفي بنزايل بروكسايد ماشي؟ يعني في ادويه ثانيه. بص بقى اللي مين اللي انتي انفلاماتوري؟ الادرينالين والتوبيكال انتي بايوتيك كلها. طب حد لاحظ حاجه؟ الدواء الواحد ممكن يكون على فكره مش محتاجه ذكاوه دي، التوبيكال انتي بايوتيك شغاله اثنين، شغاله انتي مايكروبيال شغال انتي انفلاماتوري صح؟ الكيراتوليتيك زي مثلا الريتينويد ده شغال كوميدوليتيك او كيراتوليتيك وشغال كمان انتي انفلاماتوري، ان هو اصلا اميون ديلاتري والكلام ده. لكن ما اقدرش اقول عليه انتي مايكروبيال، وان كان ممكن يعني برضه كمان بيقولوا له انتي مايكروبيال افكت على مين؟ على البروتين بكتيريوم اكني من خلال ان هو بيأثر على الاميونتي برضه. مفهوم الكلام ده؟ طيب ايه اورال اللي عندي؟ الاورال اللي عندي اورال انتي بايوتيك في الاول صح؟ واورال ريتينويد في الاخر صح؟ وبعدين الهرمونال ثيرابي كلها اللي هي عباره عن ايه؟ انتي اندروجين الكلمه الكبيره ده صح؟ يبقى انا مش هدي اورال اكتر من كده، ايه اللي هدي اورال؟ انتي بايوتيك في كل انواعها عشان انتي انفلاماتري وعشان انتي ايه؟ ايزوريتينويد والهرمونال. طب ايه بقى الميسلينيس اذر؟ زي ما قلنا الكوتو ثيرابي الليكويد نايتروجين اللي هو الكرايب يعني انتر ريجنال استرويد الليزر اللايت كل دخل في الموضوع دلوقتي فاهمين؟ هو بيحاول يقسم لك الدنيا ماشي مفيش اي مشكله. انا بقى المطلوب مني ايه دلوقتي؟ المطلوب مني ان انا اختار حاجه من دي لدرجه من مين؟ طيب في كلام مكتوب هنا ملخص انا قلته لك. ايه الملخص اللي انا قلته لك؟ ساعدوني كده. انا قلت لك ان انا مايل مودريت سيفير. المايلد ده صورته في الحياه العمليه ايه؟ حاجه من الاثنين. بيور كوميدون يبقى انا ادي بيور كيراتوليت. مع توبيكال ادي ريتينويد ساليسيليك اي حاجه بتشيل يعني. لو معاه شويه بيور صغنطتين بس بيور صغيرين يبقى انا هزود عندي انفلاماتوري وازوده توبيكال كفايه بس كده هي حاجه عندي مايكروبيك وكده كفايه قوي. دخلت على المرحله بعد كده الانفلاميشن زاد شويه يبقى انا هدي اورال بقى عندي بقى. هدي ها ممكن كونتراسيبتيف هرمونال تريتمنت. علميا الايدنتينويد محطوط لاخر الحاله اللي هي سيفير ريزيستنت كيس صح كده؟ عشان كده انا في الدرجه الثالثه ايدنتينويد بس. مين فهم الكلام ده؟ الكلام ده مكتوب هنا يعني لو حد بص كده في المايلد اكني كاتب ايه؟ بريدومينانت حاجات يعني لو كان هو اساسا نان انفلاماتوري صح؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني كله هيبقى شغلك كله ايه؟ كده ريتينويك ادليك ادابالين كوموديو حد فاهم حاجه؟ يا جماعه الدنيا بقى سهله جدا الكلام كتير بس انت مخك اهم حاجه عندي بيكون مترتب صح كده؟ طب لو كان مايل بس معاه انفلاماتوري هتزود ايه؟ توبيكال انتي هتزود حاجات كتيره جدا بس تكون ليها انتي انفلاماتوري افكت ليها انتي انفلاماتوري لو كان ميكس هتعمل الاثنين مع بعض. طب المودريت لوعه عندنا ايه؟ مين فاكر؟ مودريت هياخد فوق اورال انتي بايوتيك انتي
سيستميك ثيرابي زي الاورا. لو سيفير هي كلمه واحده عايزه مين يعلم على ده في الماده اللي تحت دول سيفير اكني عادي. بص يا جماعه من الناحيه العلميه بدون يخش في حاجه ثانيه بقى كوميرشال مع كوميرشال ما اعرفش ايه الايزوتوكتونين ده موجود للحاله السيفير فقط. والحاله السيفير اللي هي نودل سيستم فعليا ملهاش الايزو دي علاقه مباشره جدا وواضحه ماشي. الدنيا سهله جدا ولا ايه؟ الكلام ده بقى اتعمل دلوقتي بسوره جايد لاين في جدول موجود في العالم كله بقى دلوقتي. مالك يا مالك يا سمير مالك اوف عاملين نشرح اهو هو هو زن وخلاص مش كلام بقى مفهوم ايه؟ عايز افتكر الخلاصه ايه بقى؟ في جدول الجدول ده بيبقى عليه مهم جدا مش شبه الجدول اللي بتبقى عليه تريتمنت في الجدول ده ان بص لو اي حد دخل على جوجل كده وكتب الجايد لاين بتاع الاكني هتجيله فيديو كبير قوي كده بلاش عمق بلاش العمق الطائفي اللي ورا ده بلاش عمق الدكتور ماسكين بتوع الماستر ومعدلينهم خالص بتوع الماستر ماسكين بتوع الدبلومه وحاجات زي كده هو اعمل مشتاق ساعات ما حدش يوصل هو اعمل مشتاق ساعات. بص كنا بنقول ايه؟ الجدول ده موجود في العالم كله دلوقتي اللي هو ملخص الجايد لاين. تعالى نفهمه سوا كده ونستهدى بالله. هو كاتب ايه فوق؟ كاتب مايلد وكاتب مودريت وكاتب ايه؟ ونفسي حد يكون فيهم حاجه في الدنيا. حتى المايلد عامل منه صورتين ما خلاص الدنيا بقت سهله. صوره الكوميدون بس او كوميدون ومعاه شويه ايه؟ بابيولو باستيول صح؟ طب المودريت هيبقى بابيولو باستيول ومانوديول. السيفير بقى اللي هو الكونجلوباتا والفالمنانس وايه والنوديولوسيستيك والكلام ده الدنيا كده خلاص يعني مالكش حاجه انت في العلاج. على فكره في حته لسه ناقصه اللي هي السكار لان السكار ده عالم تاني لوحده اللي هو المانجمنت اوف كومبليكيشن كوزماتيك اصل انا ما اقدرش اقول السكار ده الدرجه من الاول كومبليكيشن او سيكول للاكل. بص بقى هو كاتب كلام كتير الناحيه الشمال بقى فيرست لاين ها سكند لاين اذر اوبشن مش عارف ايه. انا يهمني مين بقى اول صف نعلمه كده اللي هو الفيرست ايه تروح ملونه انت في البيت كده باصفر باخضر. حماد انت معانا ولا انت جاي تشرب شاي وقهوه وسجاير ومخدرات وتمشي ثاني معانا انت معانا يعني انت بتبص معاهم كده وبتكتب وبتسجل ولا ايه؟ طيب شوف بقى الصف الاول ده بقى ده الحفظ طم الحفظ في قلبك كده. لو انا مايل وكوميدون بس يبقى ليا حاجه واحده بس تي ار. تي ار ده اللي هي التوبيكال ريتينويد بس يبقى ريتينويد كفايه قوي ياخد ماربالين ادابالين اي حاجه. ده ممكن تكون اوكلوجن بسبب حاجه ممكن تكون اوكلوجن بسبب حاجه تشوف السبب. ما احنا قلنا ممكن يكون بسبب الكريمات والجل. اصل هو لو هيجي له اوكلوجن هيبقى في وشه كله اشمعنى الحته دي بس. فانا في الاول بستبعد ان في سبب خلي بالك في الجل اما كانش يبقى توبيكال ريتينويد بس برضه مايل طالما النوع ايه مفيش بابيول حتى ولا بتاع مش كده. لو واحده ولا اتنين يبقى برضه لسه في لا ما ده يبقى مودريت بقى خلاص نخش على الدرجه الثانيه. حتى لو ما فيش ايه مع النودول دي بتاعت السيبيريتي لا مش شرط بابيول زي باستيول عندنا نفس الدرجه من الـ من الـ من السيبيريتي. البابيول والباستيول عادي لكن النودول والسيست بتعليها درجه شويه. فخلينا بس نقول اول سطر ده مهم جدا. لو انا كوميدون يبقى تي ار اللي هي توبيكال ريتينويد بس. على فكره العيان ده لو سيبر بس يجي بالليل كل يوم يغسل وشه كويس ويدهن ريتينويد ويستمر خلاص مش اكتر من كده. هنقول حالا الحسن اديني فرصه انا لسه بقول الجد. طيب لو معايا شويه بابيول او باستيول بالعقل كده هدي الريتينويد زي ما انا وازود حاجه تكون انتي مايكروبيال انتي انفلاماتوري بس تكون ايه؟ فتلاقي بالعقل كده بنزود ماسه معاه هتقول لي يبقى الدهان والماسه بس مش اكتر من كده. لما اجي للمرحله الثانيه هخش على الاورا اللي هو الاورا الاي بي اللي هو انتي ومفيش مانع تزود توبيكال ريتينويد مفيش مانع تزود البنزويل بروكسايد اللي هو انتي انفلاماتوري توبيكال اللي هو ايه يعني تزود الخط اللي فات. ما الاثنين دول عباره عن ايه؟ الدرجه اللي قبل كده مش انت كده بتدي ريتينويد او ريتينويد وانتي توبيكال دلوقتي انت بتدي اورال وممكن تدي معاه اللي قبله عادي جدا صح ولا مش صح؟ اول ما تخش على السيفير هي كلمه واحده واضحه وصريحه اللي هو الاورال ايزوستيرويد. ولو كانت الحاله سيفير لازم ندي معاها ايه؟ ستيرويد. دي فهمتها مني. انا بقى خلاص مش عايز اكتر من كده. انا كفايه عليا الفكره في الاول دي كفايه عليا الجريدنج كفايه عليا الكلام ده كله. دي بقى غير مسموح كليستيان ده.
يقول لك جريدنج اند مانجمنت، ادي الكلمتين الرئيسيتين دول، وبعد كده قول اللي عايز تقول. حد فاهم حاجه؟ ما حدش فاهم حاجه. شوف انا قلتها النهارده يمكن 9 مرات عشان غرضي بس ان انت ايه؟ تكون مروح حافظها وفاهمها. انت مانج بشكل مظبوط. وبعد كده قالوا لك ايه سكند لاين؟ يعني ايه سكند لاين؟ ما جابش نتيجه. او عمل كومبليكيشن او مش عاجبه او عايز نتيجه اسرع. بعد كده لو واحده في ميل ممكن نعمل معاه ايه؟ السيرجري، هل في سيرجري؟ طب الريفراكتوري، الكلام كتير جدا. ابتدى هو بقى ايه؟ يديك اوبشن كتير لكل حاجه. بس انا حذرتكم تعلم لي اول سطر ده. بص بقى لو هي التوبيكال ريتورنت ما جابش نتيجه غيره او ادي معاه ساليسينيك اسيد او ادي معاه اي حاجه ثانيه ازاليك اسيد غير يعني. بس بنفس العيله اللي استفح. طب الثاني ده لو ما استجابش هضطر اديله اورال بطلع سنه. انا ادي كل درجه من دول ممكن انا ايه؟ يزود يغير حاجه يا اما ادخله على ايه؟ على الجريد اللي بعده. طبعا الفيميل خد بالك ان خد ست التالس لن تعطى الا مين؟ جميل. ولن تعطى الا في حاله من مودريت تو سيفير. لكن انا ما اجيش في حاله مايلد واديها مش مستاهله. طب السيرجري في كل مرحله ايه؟ كل سيرجري ده لو كان مثلا في الكوبيدون يبقى كوبيدون اكستراكشن صح كده؟ في بس حاجه مهمه عايز اقولها لكم مكتوب عندك هنا اسمها انتر ريجنال كورتيكوستيرويد. يتعلم عليها. هو حاططها فين لو حد شاطر؟ في النوديولر. بس لا فين بالظبط؟ في النوديولر. ليه؟ في النوديولر. وانا اقول لك حاجه حلوه دلوقتي. هشوفها كده مكتوبه ولا لا. احنا طول عمرنا في الحياه العمليه لما يجي لك مثلا احيانا يجي لك يعني عنده شويه بابيول كده مودريت او بسيط وعنده نوديولايه كبيره قوي. ولا اثنين، واحده ولا اثنين، صح كده؟ اولا هو ما عندوش كميه نوديول كتيره تدخله في مين يا انجي؟ تدخله في ان الحاله سيفير. مش احنا قلنا كده؟ هم انا عايز نوديولز كتير 10 على الاقل، فاهم؟ هو عنده واحده ولا اثنين. والمنظر ده موجود جدا، بتيولات عاديه بس بيولد وفي نوديوله كده كبيره ولا اثنين. هنا انا مش عايز ادخله في مين؟ في ايزوتركنوين ومش محتاج. طب انا الاورال ممكن يحسن الدنيا دي بس صعب جدا يحسن ايه؟ في حاجه كنا بنعملها زمان وتدي رابط ريسبونس نديها انتر ريجنال استرويد انتي انفلاماتوري وانا مش خايف من الانفكشن انه فاهم؟ وهي حقنه واحده. بس احنا بنعمل حاجه كمان يعني هنشوفها مكتوبه بعد كده ولا لا. تكتب جنبها ادي معاه مثلا اني انجكتبل انتي بايوتيك. يعني ايه الكلام ده؟ كنا بنجيب دايما امبوله جراميسين. امبوله ايه؟ جراميسين. جراميسين اللي هو ابيكاسين ولا حاجه اللي هي ماينو جراميسين. طبعا كده امبوله دي بتتسحب ونعمل ايه؟ نخفف الاسترويد بمين؟ كده مش تديله فول كونسنتريشن يعني فاهم؟ تديله واحد ولا ثلاثه مثلا كده يعني. وتقوم مخففه بايه؟ او واحد سبعه حتى. وتخففه بايه؟ بالجراميسين ده. وتديله حقن. مين هتيجي بقى الحقن دي؟ الحقن دي فيها انتي انفلامات بتقلل الانفلاميشن ده جامد. وفيها انتي ميكروبيا كمان يقلل لك اللوجيك على البكتيريا في الحته دي. وبتاع دي كنا بنعملها وانت ولا تعملها دلوقتي. اي حاله مشكله كبيره ولا بتاع عايز تعمل فيها لابد ايه؟ البروز انت عارف يومين ثلاثه يقول لك بعد يعني تبقى رايحه على طول لان عارف انت اللي ما تكررهاش. كل ده ساعات تجي لنا هي مره خلاص الغرض منها ايه؟ تعمل رابد ريسبونس في الحته اللي هي العنيفه دي وباقي الحاجات كده كده ماشيه مع الراجل بتاع التاجر والفلورال صح؟ الفلورال عندي مايكروبيا ال 10 تيوبيكال والامور ماشيه. بس انت علموها حلوه جدا وتدي ريسبونس سريع جدا 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 تلاقي يومين ثلاثه كده وتلاقي اهداف ثلاثه. احنا قلنا بقى زي مثلا لو انت عامل زي ما مشيت واحد سبعه مثلا احنا خدناها المره اللي فاتت بتخلي السبعه دول مش صلايين. انت بقى يبقى بقى حاجه مركزه فوكال في الريجن حاجه انت انفلامات بتهدي الدنيا دي خالص والوجع وحاجه كمان ايه انت مجهوله مركزه جدا كمان جرعه عاليه بالنسبه فاهم فتروح مقضيها لك حاجه خالص. كنا بنعملها كده الى حد ما الى حد ما الى حد ما بس طبعا دي حاجه انا بقولها لك برضه هو كاتبها هو مكتوب بس احنا بنعمل سويت برضه هو مش خطر على فكره هي مش انفكشن بس انا ليه برضه ما غطيت فبنعملها مش خد بالك من كده. طيب احنا كده خلصنا الدنيا كلها والامور ماشيه تمام. في ناس قالت الجدول ده كويس ولا ما اكلتوش؟ وعايز اقول حاجه مهمه عايز اقول حاجه مهمه جدا. الجدول ده بالجايد لاين بالسيفيريتي ما اعرفش ايه ده لازم تبقى عارفه صامم ما فيهوش كلام ده. طيب
الكلام ده هنسيبه عادي الدنيا دي كلها عادي في مربع كده بتوع الدكتوراه الريزيستنس اللي بتحصل بسبب ايه ممكن نكتب عليه قراءه يا علا والناس كلها اللي هو استراتيجي يعني ايه بيحصل الريزيستنس وازاي نقلل الريزيستنس ماشي قراءه ماشي نقلب بالصفحه بصوا هنا عامل ايه بقى ده انت سعيدي بقى هنجيب العلاجات واحده واحده ونتكلم عليه شويه التوبيكال وشويه الاورال وكده كل بالك بقى الناس اللي معايا هنا قدام بقى احنا ثلاث ارباع العلاجات دي خدناها قبل كده يعني مثلا الايزوتروتينوين ده على فكره الايزوتروتينوين مشروح هنا مثلا في 30 صفحه قول له ما هذا مشروح في السيرب هناك في 30 صفحه واحنا خدناه وخلصنا منه مين فاكر بقى انواعه وستريت جنريشن وسكند وسيرد وسايد افكت وتعمل له ايه فالكلام متكرر هنا تاني يبقى انا كل ده مش هذاكره لما يجي هنشطبه سوا طب والكونتراسيبتيف بيلز واخده جزء كبير برضو من الورق حتى فهم حاجه كله ده احنا شرحناه بالتفصيل قوي لسه من اسبوعين ثلاثه في الكتاب اللي فات ومكتوب بقى الجريدز والجنريشن والكلام ده كله وديها للمين بالظبط فانا قصدي الموضوع هيصفصف على كام حاجه بسيطه كده هنقولها سوا تعالى نقولهم سوا وتعلم معايا ايه المهم وايه اللي هنقراه من هناك او زي ما احنا قرايين المطلوب ماشي يلا هو بدا بالتوبيك مين شاطر كده قبل ما يذاكر التوبيكال ده هيعمل ايه قول ما ممكن يكون توبيكال ريتينويد يعني توبيكال كيراتوليت اساسا وممكن يكون انتي انفلاماتوري وبصراحه في الغالب بيشتغل الثلاثه هما الاثنين مع بعض الانتي انفلاماتوري مع انتي انفلاماتوري وممكن تبقى الامور حلوه جدا زي الريتينويد دي الريتينويد على فكره انتي انفلاماتوري وكوميدوليتيك والكلام ده تعالوا بقى ايه يعني قبل ما تقعد تحفظ يكون مخك ها مرتب الدنيا كده هنعمل ايه بالظبط اول واحده في التوبيكال احنا هنمشي بسرعه كده لان في كلام مهم البنزويل ها بيروكسايد البنزويل بيروكسايد ده اللي هو كان اسمه بانوكسيل صح واللي هو زي محطوط دلوقتي مع حاجات كده كميكس كان فيه منه 5 و10% البنزويل بيروكسايد ده لما يسالك شغال في انهي حاجه من الثلاثه دول كله كله مين يقرا معايا بكتيريوستاتيك مين يقرا معايا بيلينج كلمه بيلينج يعني ايه كوميدوليتيك تبييض وبعد كده كوميدوليتيك صح الانتي انفلاماتوري بتاعه قليل شويه خلاص مشكلته انه بيعمل اريتيشن يعني ايريتنت ومشكلته الثانيه بيعمل بليتشنج للكلوزز ده الكلور كده ماشي طيب طب ايه رقم 2 تريتينويد وكل التوبيكال تريتينويد بقى يعني التوبيكال تريتينويد كلها سواء كانت تريتينويد او حاجات ثانيه بص هنا انا مش هتكلم كتير هو شغال ازاي بس ها كوميدوليتيك رقم واحد صح ده رقم واحد ممكن يبقى له انتي انفلاماتوري افكت شويه انتي مايكروبيال شويه بس مين الجزء الرئيسي بتاعه هو كوميدوليتيك بص يا جماعه هو عمال يتكلم بقى انه بيشتغل ايه ممكن تبصوا لي هنا عمال يتكلم انه بيشتغل كوميدوليتيك اسيد ريسبتور وكوميدوليتيك اسيد ريسبتور بايندينج بروتين وسايد افكت الايريتي ايه الكلام ده كله ده كلام خدناه قبل كده لما خدنا الريتينول بيشتغل ازاي الريتينول سواء توكل او سيستميك بتخش في استاذ الجهاز وبتمسك في الكلام ده ممكن تخش على الرال والرال اكس ار يعني الكلام ده كله مكرر فانا مش عايزك ايه الناس اللي متضايقه تروح شاطبه كل ده وتكتب احنا خدناه بالتفصيل فين يبقى انا بس انا عايز افتكر ايه لو سالك ايه التوبيك التريتمنت بتاع اكني مثلا هتقسمهم له في الاول كذا 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 ثلاثه وتفتكر الاسماء البنزويل بروكسايد ايه تاني يا دكتور فاهم توبيكال ريتينويد بشكل عام طب ايه تاني يا دكتور توبيكال على فكره ادابرين ما هو تبعهم ولا ايه ادابرين ده تبع مين توبيكال ريتينويد والتازالوتين ماشي صح كل ده توبيكال ريتينويد علم بس معايا كده على العناوين لما اجي اقلب بقى الاقي التوبيكال ايه انتي بايوتيك طب مين يقرا تلاقي الكليندامايسين اللي هو الدالاسين وتلاقي الاريثروميسين اكني مايسين تاني ورد اشمعنى العيلتين دول يوم انتي الكلام احنا اتفقنا على مش هستخدم الا العيله الماكرولين وعيله الانتراسايكل طيب بعد كده في حاجات ثانيه يقول لك ممكن السلفر ماشي ده ككيراتوليتيك صح طب بص الاسترويد توبيكال بس هنا خطر ليه انا بستخدمه ليه الهدف انتي انفلاماتوري يقلل شويه بس ما تصبحش فترات طويله ليه اللي اكني هو نفسه بعد شويه بيعمل ايه اجريفيشن للكونديشن طب الازاليك اسيد اه ده جميل الازاليك ده
الازاليك ده اللي هو الازاديرم والحاجات دي ده ممكن يبقى ايه اساسا كيراتوليتيك صح، لكن هو برضو انتي انفلاماتوري وانتي مايكروب. فخدناه فين لو حضرتك زمان لما خدنا الملاسيديا قلنا الملاسيديا بتطلع الازاليك ده بتطلعه علشان ايه؟ علشان له انتي انفلاماتوري افكت تبريس المناعه شويه ولو انتي مايكروبيال افكت يكمبيت مع الاذر ايه اورجانيزم. وطبعا كان هناك بيعمل هايبوبيجمنتيشن فالدواء ده برده ممكن يعمل شويه هايبوبيجمنتيشن. حد فاهم حاجه؟ نفس الكلام بالضبط، يعني الدنيا بتكرر نفسها. طبعا كلام كتير تحت بقى في حاجه جديده رقم 7 وبعدين نعلم عليها بقى ونكتب حاجه جديده بقى. ايه الحاجه الجديده؟ النون التوبيكال كابسول. هو الدبسول كده كده موجود بس هم عملوا منه جيل فورميليشن ما شفتوش بصراحه. التوبيكال دابسون ده دي انفلاماتوري ايه ده وجهه نظرهم ان انا عندي نيتروفيلز النيت اميونيتي وتقول لك ريسبتور اثنين وانت لوكين 8 ونيتروفيل كيمو تاكس يبقى هو اشتغلها في حته دي بس. فاهم؟ انا ما يهمنيش بقى تدور وسط كلام التفاصيل دي. انت عارف ادمان بس متركبه عارف انا بتكلم ازاي ولا انا مثلا بتحدث فيما لا يقل عن 90 صفحه مثلا عن التوبيكال كل بص هنعملهم ثلاث اكوال كده. انا عايزه ليه؟ عشان كيراتوليتيك علشان عندي انفلاماتوريال ممكن استخدم ايه؟ هستخدم الريتينويد في المقام الاول او اشبهها زي الازاليك واستخدم الانتي بايوتيك ايا كان العلاج بتاعتها خلاص. لما نيجي للسيستميك تريتمنت هو ايه اول حاجه في السيستميك؟ الانتي بايوتيك. وانهي عيله في الانتي بايوتيك؟ مكتوبه هو ايه؟ عيله التتراسايكل والماكروليد. ولما تقلب الصفحه تلاقي عيله ايه؟ الماكروليد. فالدنيا يعني ايه عارف الدنيا سهله جدا جدا جدا. يلا عامل بس العلمين ويمشي معايا كده. والريتينويد قلنا عشان استخدامه خالص. طيب نيجي للسؤال اللي قاله حماده. الريتينويد ده يا جماعه ادهنها على كل حبايه ولا ادهنها على الوش كله؟ هو ده السؤال. على الوش كله يبقى كل حبايه. بص شويه كده وشويه كده اللي عايز ياخد اللي عايز ياخد. بص قولي عايز نصلي عليك نصلي. الاجابه على السؤال ده على حسب على حسب ايه بقى؟ بص هو انا المفروض ادهن على البابيون بس او على الليجن بس عشان ما يجيش على الجلد السليم بيعمل اريتيشن. الاجابه ايه بقى؟ لو الحبوب كلوزد طوبه لبعضها في حته كده كله نديناها كلها لبعضها يعني مثلا بتبص على عين بتشوفه صح؟ خمسة ستة بابيول ولا كوميدون جنب بعض يعني مسافة بينهم قليلة جدا. ساعتها انا بقول له ايه؟ ادهن على المنطقة كلها. لكن لو هم ثلاثة أربعة مطمئنين كل واحد في حتة فأنا ادهن عليها. طب العيان الواحد عنده كتلة هنا وكتلة هنا واثنين ثلاثة هنا فأنت هتقول له ايه؟ تقول له بص الحتة دي كلها على بعضها تدهن، الحتة دي كلها على بعضها تدهن، وهنا على دي وعلى دي وعلى دي. مفهوم؟ يبقى الإجابة كده. على حسب أنا شايف الفيجن كلوز تو إيتش أذر ولا لا. لو هم قريبين من بعض بنعتبرها ايه؟ ها؟ حته واحده وندهن على كل المنطقه بس ما اطلعش بره حدودها بقى عشان مفيش على الجلد السليم. اما لو اثنين ثلاثه متنطورين هنا ولا هنا يبقى على قد بس خلاص. ما هو بص رقم واحد توبيكال ريتينويد، رقم واحد توبيكال ريتينويد زائد الصبر. المشكله الناس مش بتقول ثلاث ايام ما خفتش لسه جايب لك بس ما خفتش كده يعني هو عايز وقت. طب انت هو لو مستمر او كده ممكن تزود معاه حاجه ميكانيكا اللي هي كوميدون لو مفتوح تعمل له كوميدون ديستراكشن او ممكن تعمل زي ما قلنا ايه اي حاجه. في ناس كده بتفتحه بالسي او 2 كده لو كوميدون مقفول قوي او توبيكال مثلا بتاع ده كيميكال كده نقطه كده بس. انت عايز انت فاهم الفكره ايه؟ انت عايز ايه؟ تفتح هيصبر هو مع العلاج اتس اوكي. مش عايز يصبر هتستخدم انت اي طريقه تفتحه بيها بس. لكن هي العلميه تبع الجايد لاين يعني هي حاجه واحده بس. بس هي لما تيجي تقرا يقول لك العلاج محتاج وقت من 3 ل 6 شهور. الناس تقول لك ايه ده؟ انا عايز انا فرحي انا لسه راجع بعد الكوفيرا اهو انا فرحي خلاص يعني 3 دقائق 3 ساعات حاجات زي كده. فهيد هو بيبوش في الحته دي. اديشن حاجه كده اضافيه. دكتور لو كان في انفلاميتد بابيول ينفع نحط الريتينويد عليها ولا ينفع؟ لان هو دي فيها تقريبا يعني ما فيش مشاكل براحته هو علميا لا. الصوره عايز طبعا صور علميا لا.
طيب ايه اللي مكتوب بعد كده؟ الهرمون. انا مش هشرحه اشطبه، مش عشان ملغي ما مصروح قبل كده احسن من كده، فاشطب كل ده وتقراه هناك بعد كده مكتوب. طب لما نيجي للاورا ريتينويد بعد كده هشطبه كله بقى، خليه عارف ليه؟ ما احنا خدنا الاله الدوله بالهبل بقى، هتقعد تشطب الصفحه دي وتقلب كمان صفحه وتقلب، ايه اللي تاكل اللي عايز تقوله ده؟ طب والسايد افكت؟ تقول له لا يا دكتور ده انا درستها بالتفصيل، ده الاتروجينيك والهايبرليبيديميا وكل ده. فما تخافش يعني، انا قصدي الناس فاهمه ايه دلوقتي. هو هنا في 30 صفحه بتشرح الاتروجين نفسه، ما انا خلاص ما انا خدته قبل كده وخلاص، لحد ما نوصل لحاجه اسمها اذر لاينز اوف تريتمنت. من وجهه الله بقى يا جماعه، الناس معايا ولا مش معايا؟ اذر لاينز اوف تريتمنت خلاص، حد وصل لها؟ مش انا قلت لكم قبل كده ركن ركن الجدات، جدات دوت ام دي. بص بقى، مش احنا قلنا الحاجات كلها هي توبيكال؟ الحاجات اورال، الحاجات اذر بقى. الاذر ده مجمع لك كل اللي هو الكلام اللي هو يعني ايه لسه عليه شغل وكده، الفوتوثيرابي والليزر والسيرجري والكلام ده كله، فهو مجمعهم نتكلم عنهم شويه. يعني مثلا يقول لك ايه مثلا اللايت، قلنا بقت موضه دلوقتي ان انا اعمل الاي بي ال، اعمل بلس الداي، بس كل ده في الانفلاماتوري ليجن، يحسن الدنيا شويه، يحسن الدنيا شويه. ماشي. طيب اكستراكشن اوف كوميدون امتى؟ في الكوميدون اللي هو لما يبقى اوبن مثلا. انتريجنال استرويد امتى؟ بس انا ازود جنبها مع في شغلك كده، نحط معاها انتي مايكروبيال. في الكرايوثيرابي، لو ان الكرايوثيرابي ممكن تشيل بيه برضو حاجه او تفتح فيه حاجه او كده كدستركتيف ميثود، ويتبقى طبعا الفورموت الكاموفلاج، صح؟ حاجه مؤقته مع العلاج لو انا يعني عايز الابيرنس بشكل مؤقت يعني. طيب كده احنا خلصنا الاكني نفسه كعلاج الاكني نفسه. ما ننساش بقى ان في موضوع كبير دلوقتي بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه ايه؟ التريتمنت اوف سكار. عندك ادي صفحتين اهم عليه، ماشي؟ هنتكلم عن الصفحتين دول، بس قبل ما نتكلم خلينا افهمك حاجه بقى، عشان كان في حد بيسال من شويه بيقول ما السكار مش هيفرق معايا النوع وكده. بص، موضوع السكار ده مر بمراحل كتيره جدا من العلاج، وخلينا بس نتكلم شويه في الاول مع بعض وبعد كده نقرا او نزود كل حاجه. اول ما نتكلم في الموضوع ده اقول له الهايبرتروفيك والكيلويد غير ايه؟ اوعى تغلط الغلطه دي، اصل انا هايبرتروفيك والكيلويد هعملها معامله الهايبرتروفيك. يعني رقم واحد انت ريجنال استرويد، الفراكشنال ليزر له دور شويه، فاهمين ده؟ طيب الاتروفيك بقى، مشكله الاتروفيك ايه؟ ان انت الكولاجين اقل من الطبيعي، صح؟ عندك الموضوع اتملت كميه كولاجين ايه؟ اقل. فانت هدفك هنا على فكره، هدفك في الهايبرتروفيك بالاسترويد انك توقف او تقلل الكولاجين فورميشن. انت بتدي الاسترويد انتي بروليفريتيف وانتي فايبروتيك، هيروح يعمل انيبيشن للفايبروبلاست والكلام ده كله، هيقلل الكولاجين بالضبط. انا هنا عايز اعمل العكس، عايز ازود ايه؟ الكولاجين. في كتيره جدا اتعملت بس كلها بتدور في حاجه واحده بس، ان انا عايز اعمل اندكشن لمور كولاجين فورميشن. من ضمن الحاجات يبقى تعالى ندردش كده مع بعض. مثلا الناس تقول لك ايه؟ اعمل مايكرو نيدلينج. كلمه مايكرو نيدلينج دي كلمه عامه جدا، يعني انا باجي ايه كده واقعد اشكشك كده. انفلاميشن اتعملت اول ما اتعملت زمان بحاجه اسمها ديرما رورا، اللي هو ايه؟ دوريه كده فيها سنون، وتقعد ايه؟ رايح جاي ماشي؟ بس. وبعد شويه عمل حاجه اسمها ديرما بينا. ترمى بين نفس الكلام بس متغير، تحط كده الألم أقل شوية وقعد يشكشك كده بس. دي اسمها ايه الحكاية دي؟ عنوان كبير شكشكة، بس مش هشكشكه بخنجر زي فاهم كده، اسمها مايك حاجة صغيرة والترس ايه؟ صغيرة، فسموها كيس مايكرو ليدنج. ده يتعمل بإيه؟ قول له يتعمل بديرما رولر، ودي كان زمان هوكا كده، بعدين ابتدت تقل لحساب مين؟ جربت بديرما تعمل حاجة أسرع وأوتومايز وأرخص من البيع، وزي ما تقعد تشتريها كده وبعدين مش عارف ايه وبيرسونال يوز والكلام ده. او انت بقى تجيب ابره تقعد تشكشك فيه كده ماشي، وتبخره يعني فاهم، وبعدين تحرقه يعني تعمل ايه؟
فتلاقي الاسكاري اختفت خالص. ده علاج سحري بقى، علاج بالسحر ده. تقول انا هجيب تجيب لي صوره بيك ونعمل لها مايك جديد ليه؟ ده علاج قديم جدا. وبعدين اول ما تحل هنا تلاقيه هو خف هناك، وده بيبقى السحر كده، السحر الاسود ده. خلاص يبقى دي كلمه اسمها مايكرو ايه؟ طبعا في الحاجات دي كلها وجهه النظر فيها ايه؟ انها بتعمل الافتراضيه الاستيموليشن للكولاجين تحفيز فيه ومضاره وكلام الكلام اللي انت عارفينه، وشطاره واماره وحاجات كده. خلاص دي وجهه النظر. في ناس تاني قالوا ايه؟ ممكن اعمل نفس الفكره دي في حاجه اسمها فراكشنال ليزر. فراكشنال ليزر انا مش بحرق بقى، بندخل الليزر جوه في استيموليت الكولاجين فيبدا يعمل الكلام ده. يبقى في كلمتين نفس الاتيتيود نفس واحد تاني قال لك طب وصفين عندك فراغ طب ما تملاه. قال لك نعمل ايه؟ فيلر. بس مشكله الفيلر انه تمبرري، يعني انت هو عنده حته ديبريشن كده، راح انا جاي ماليها تترفع ويبقى شكلها ماشي مع الجلد والدنيا تمام، بس مع الوقت ها هتقل. صح كده؟ ماشي. في واحد تاني قال لك طب بص هي مشدوده لتحت ليه؟ في تليف شديدها لتحت. طب نعمل حاجه اسمها سب سيشن. يعني ايه سب سيشن؟ بنجيب ابره، بس ابره مش مدوره، ابره مبططه زي السكينه كده، وحتى داخل تحت كده وتقعد تمشي كده تقطع، فلما تقطع الشد اللي تحت ده يفك. ماشي؟ ده مثلا حاجه لازقه كده عامله عملت له رقاق واسود ولزق وحد بدون ذكر اسماء يعني، ونشف في نفس الوقت. فتلاقيها جايبه ايه؟ جايبه البتاع كده مبططه، شوفوا مبططه، نجيب ابره مبططه كده ونخش الفوكه دي كده عشان نحاول تتم. السبستيشن فكرته ايه؟ ان انا السكار نزل تحت مشدوده في الفايبرز، انا بنزل تحتها كده بقطع الفايبرز وتطلع لفوق، وبعد كده في واحده تقدر بتعمل ميكس يعني بتقطع وتملى في نفس الوقت. ماشي؟ تملاها بشجر مثلا. وبعدين طبعا البي ار بي، البي ار بي دي هي اسم الكروس فاكتور بتاع، ممكن اعملها لوحدها او اعملها معايا حاجه من الحاجات دي. بص نعمل ديرما بين او ديرما ونحط عليه بي ار بي، او نعمل فراكشن وراه ايه؟ بي ار بي او سب سيشن، ونحط بي ار بي ونرش كده كده يعني بقى في ليس بقى في ليس. وبعدين ليس تسكيب شويه يعني بعد كده بقى تسكيب كده ونعمل بقى في لاينز كتير جدا جدا جدا. كل لاين دي ان انا عايز استمريت اللي يبقى كل ده مفروشك. هاي بطلوش الكلام مواتك يعني يا فراكشنال كتير، وده شغل ايه؟ شغل كلويد يعني مثلا. يعني هنا بقى اللعب كله في الاتروفيك. الاتروفيك ده هو انا بنحاول الاندكشن عن طريق فراكشنال، عن طريق عن طريق ابدا بفلتر، اعمل سبستيشن، اعمل ميكس بقى، احط بي ار بي وقول بي بي في. بس حته استثنائيه على كده، الجلد ده بس اخطاء القاضي الرياضه بتاعتك. في بس في حته استثنائيه كده، الايس بيك مات بقى. الايس بيك صغير جدا بس عميقه، صغير جدا مش مستهدف اللي انا بعمله ده كله. صح؟ بس في نفس الوقت عميق رهيب جدا يعني عمق. فايه اللي احمله ده بقى؟ بص له حلول واحد بقى يعني، ده على جنب كده يعني. كل اللي انا قلته ده اعمله في الايه؟ في الرولينج سكار، اعمله في البوكس سكار، السكار ده انت عارف في الدنيا سكار، بس ده بره موضوع الاكل يعني. لكن انا دلوقتي الايس بيك ده صغير جدا مش مستدعي الكلام ده، بس عميق جدا مش قادر توصل له. هو ده بيتصرفوا معاه تصرف خاص بيه، احسن تصرف خاص. احنا بنجيب بانش صغير من النيل، البانش ده ناخد العين ده من الورده ونيجي ايه نقور الاسكار كلها، يعني تعمل كده عليها وتطلع بايه؟ الاسكار بالكولر ده كله. ولو انت تاخد العينه البنش بس تطلع الكولر وتطلع سلندر اوف تيشو، انا اي عينه انت اللي فيها النقطه دي وسنتر البنش عليها مش جوه، سنتر عليها البنش صح، وتروح نازله وتطلع ايه الحته دي كلها على بعضها. يا ست ايه ست لو اريا ست مين صغيره لوحدها مش محتاجه خيار، ومفيش سكارنج ولا حاجه. وحتى لو عملت نقطة شكلها ألف مليون مرة منيها لازم تشد. ودي طريقة أوريدي تفريتمنت وسهلة جدا. مفهوم؟ معمولة لمين بس؟ أيس بيك. طب ليه ما عملهاش فين؟ ما تنتهي
اكبر 3 4 5 6 كاملين كادي والباقي تحاول معاه بالطرق الاخرى فراكشنال وبتاع عارفه الشخص ده في موديل بتاعه ما يعرفش ايه لا ما انت عامله سيرجر ووند اسمه هو هناك مشكلته ايه ان كان ووند هذا انت خدت زمان في فرق بين السيرجر ووند والتروماتيك ووند احنا ليه بنعمل عمليه و وقطع السمار دي فرق كويس ومعرفش دي ما استمشي مشاكل زي مثلا حوارتي او حاجة بس فده ممكن دي بقى هنقول دي مين دي نقطة ومن بقى نقطة حاجة جدا بس دي مناسبة لمين دي الحاجة صغيرة والعميقة ان انا مهما اعمل التراكشن ان العميقة دي ولا بتاع مش هيوصل لمين ها ومهما اعمل دي لما اقرر او بتاع ليه مش هيوصل لهم كده فده اول حل للنوع ده تاني حل انا دي مشهورة جدا نجيب دي سي تركيز عالي قوي بحيث ان انا عايز في مكان عايز اتعالج يعني بتاع دي الاشياء اللي غير الخلص مني دي عارفه فيروس جامد وكفايه وعميق ما اقدرش احدد الشاك فيشيلوا من الماتش وتخلص يعني الفلوس دي اللي هي بتجيب تسجيل مرتب 70% ما اعرفش ايه وتروح ايه تنقط على قد البتاع دي بس بحيث تحل من جواها كده ويحصل لها ريجنريشن بعد كده يعني عملت انت وند جديد والوند ده ابتدى يجيب بعد كده بشكل هيبقى ايه؟ يبقى احسن. دي كان ذات اسمه بوست دي مكتوب على جنب البوست ده اسمه دي كان بوست مربع كده على جنب البوست دي انت عايزها انت عايزها الناس كلها بتبص في حته بوست ده اختصار ايه دي كان ليه كونستراكشن اوف سكار او سيرجيكال سكار كيميكال خير كيميكال لازم تستخدم ماده ايه؟ ريكونستراكشن عارف انت بتعمل ايه؟ انت بتبوظها وخلاص يتعاد بناءها على اول جديد كيميكال ريكونستراكشن حاجه حاجه انا بقى عندي اوبشن كتير اشتغل كلها بس ايه؟ اختار ايه؟ في واحده تتحط على جنب الايس كريم ما تضيعش عمرك مع الفراكشن الفراكشن دي فعلا الحاجه اللي فوق الحاجه اللي عملتها قوي دي مهما يوصل ممكن نحسن من العويش كده بتاع لكن مش هيوصل لمين؟ للعمر شوفوا معايا في الجدول وبعدين حد يسالني بس نبص على الجدول الجدول ده عمل ايه جاب الايس بيك جاب الرولينج جاب ايه البوكس الثلاثه دول مالهم والناحيه الثانيه جاب مين الكلويد ومين طب الله يرضى عليك خلينا بس في الاول ناخد الكلويد والهايبرتروفيك اقرا كده بسرعه انتريجنال استرويد انتريجنال استرويد انتريجنال بليومايسين فايف كلوراسيل الكومبريشن هيموكومول ايه ده ممكن مين يكتب كلمه واحده نفس علاجات الكيلويد يا جماعه لو جبت الشفره بتاع الكيلويد والهايبرتروفيك تذكر ميد علاجات اذا بتسمح احنا بنعمل ايه انتريجنال استرويد مش عارف ايه ممكن انتريجنال فايف كلوراسيل بليومايسين الناس اللي قاعده ورا السمائيات دي ديبريشن وديسكاستنج هنقول مالك يا سافرون لا بسأل الكلويد ده شابتر الكلويد يعني تروح كده يقول لعمه كده هو في كتاب الكلويد يا عمه شابتر الكلويد ده في تيومر فايبرس تيومر الله يخليك انت لو معاك الكتب ومغلوب وشه مثلا بقول له ممكن تطلعها لي النبي يا عمه طلع لي الكلويد منين طيب تعالى بقى نبص على الثلاثه اللي هم الاتروفيك شوف بص الايس بيك اول حاجه في الايس بيك مين ها البانش اكسيد طب تروح بقى الرولينج بقى يقول لك ايه مايكرو جرافت وسبستيشن ومش عارف ريسيرفيسنج وتي سي اي كلام كتير جدا 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 مشروح يعني مثلا لو حد بص كده الصفحه اللي فاتت ولا اللي بعدها مكتوب الدين مرور اللي هي المايكرو نيدلينج بين قوسين كولاجين اندكشن ايه سيرس تيجي بعد كده البي ار بي كلمتين عن البي ار بي صح ان هو كلمتين البلاكليت اكتيفيشن جروس فاكتور تعمل كل حاجه بعد كده السي او 2 صح وهكذا يعني كلام عام جدا 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 مين بقى عنده سؤال ها استنوا بقى يلا لا ان شاء الله ازاي يعني ده اسمه وده اسم يعني ما انا بقول لك السبستيشن ان انا بس بجيب فكره وافتح من تحت تطلع على فوق وهي اصلا ليها ابره مخصوصه بتبقى مبطله تحنا من بطن تحنا الفكره ولا مخصوصه ولا كده هتجيب الابره بعد كده ال 10 سم الكبيره اللي بره وده هي كده في البتاع بتاعها تجيب مثلا ايه
بتاع كده هيدي الهولدر ولا ما اعرفش اي حاجه يعني كله سترلايزد اهو مش طوبه يعني ولا طوبه ما اعرفش كده طوبه انا طب انا ادور على السبب بتاعك هو جاب الصوره وحطها في بتاع بتاع الاسترايد بتاع شيء ده كده بتاع كده بتاع بتاع كده ممكن تقعد في البيت كده تقفله اي حاجه الخلاصه ايه بقى وتروح مجال عليها بس بتاع دي بس بتضطرها شويه وتشتغل على طول ناس هتجيب دي بتاع كده يعني الخلاصه بس كده كده ليه في ناس بتاع بوكسي سيرا بتاع ده هو كده طلع اوتوماتيك يعني ما لهاش بس ما فيش
عايز اديهم اديهم عادي مش مشكله. طيب في بقى موضوع كده ايه اللي بتكسر في الصفحه كده تلاقي اكل فورم يرش اكل فورم ايه يرش. دي بقى تجميعه لاي حاجه زي الاكل بس ما هياش ايه ها اكل هياش اكل ماشي. وزي ما قلنا احنا بنفرقه ومين فاكر موضوع الاسترويد ده كنا بنفرقه ازاي مش كاميدون مونو مورفيك بيجي في اماكن غير اماكن الاكل هو بيجي في المكان اللي بتحط عليه الحاجه او بتتعرض للحاجه دي ويبقى مونو مورفيك اكتر يعني كله بابيلون كله مسطور وكده. الديفرنشال دايجنوز طبعا كتير جدا يعني مثلا لو هي كلوز كوميدون ما انت ممكن تشوفها انها ميليا مثلا والاوبن كوميدون ده له قصه كبيره هقولها حالا دلوقتي. الحاجات الانفلامات دي مشكله بقى ليه ما تكونش في الكولايتس ليه ما تكونش بقى في الباكتر الريزيشيا ده هنقول دلوقتي. لما تقلب كده معايا هتلاقي في عنوان بقى ده رهيب جدا اللي هو كوزز اوف كوميدون ده عنوان رهيب جدا 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 وده ريسك الختام يعني في الموضوع بتاع الاكني ده. ايه بقى الموضوع ده؟ احنا قلنا الكوميدون ده خاصه لما يبقى اوبن وبلاك هيد وكده ده كاركترستيك لمين؟ للاكني. لكن هو بصراحه في امراض ثانيه كتيره جدا ممكن يكون فيها كوميدون وهي مش اكني. واحنا خدنا حاجات زي كده فدي التجميع بتاعتها. يعني مثلا في حاجه اسمها سينايل كوميدون بتيجي مع الشمس يحصل صورة الاستوزيس ففي الفوليكل السبورت بتاعها يبقى رهيب فتجمع السيبم ويسود وكده ويجي مثلا عواجيز بتتعرضوا للشمس وده سندروم كده مكتوب عندك اسمه فافر ناكاشوت سندروم من مكتوب في الجدول لا رقم خمسة في الاسباب في الجدول اسمه فافر ناكاشوت سندروم او مكتوب في رقم 5 كونكتيف تيشو ابنورماليتي سولار الاستوزيس بين قوسين فابريكيشن سيندروم. لو حد خد معايا زمان اللايكن سكليروزس دي اتروفيكس اللي هو الاكسترا جينيتال تايب في الجلد بيبقى معاها كوميدون او كوميدو لايك بصراحه. الجمله دي الجمله دي اسمها كوميدو لايك ادابت ليه؟ لان هو اي حاجه فيها فوليكل دايلاتيشن ويتجمع فيها سيبا او كيراتين ويحصل له اوكسيديشن يدي لون بلاك كل ده بيديك كما لو كان ايه؟ كوميدون. ده موجود في امراض كتيره جدا زي ما قلنا مشهوره جدا السنايل كوميدون دي الناس العواجيز يا جماعه ده الشيء الحته دي كده فيها نوع سودا كتير قوي وتدوس عليها يحصل اكستراكشن كل حاجه ده لما يتعرض للشمس كتير يحصل له سودا زي رج معنى كده ان الديرمس والكولاجين بتاعه ضعيف فالفوليكل ما بقتش مسنوده فبتريح فلما تريح تجمع فيها سيبم واسود والكلام ده كله زي الفايبوستيزس ايه؟ زي الفايبوستيزس لا دي حاجه تانية لان الترايكوستيزس ما فيهاش سيبم ده فيها شعر بس فيلا كانوا انا كده بس هي نفس النظريه بس مش مجمعه سيبم اوكسيدايز عشان كده ما اقدرش اوريها كوميدون ان انا لما هبص بالترمسكوب الاقي تفتر فيلا سيبم تفتر تمام فده سؤال مشهور جدا في حاجه اسمها نيفاس كوميدونيكاس ودي حاجه تبقى ديفلوبمنتال والكلام ده كله كده احنا خلصنا ايه الاكني والسبيشال جلان يا رب تكون ايه يعني فهمنا حاجه انا مش غرض ايه قرر كل حرف بتاعك تقرا بقى تعرف تمشي في الموضوع كل ما ترتبط في الجريدنج واستخدام الادويه ازاي تكون عرفت هتمشي ازاي في العلاج ماشي ولا مش ماشي. كمل الكلام في الفراكشنال ولا في ايه؟ فراكشنال. طيب انا بدل يعني بس بصي بدل ما اعمل فراكشنال على الوش كله بلاش كده الحته اللي فيها سكر. لا ما انت ما تعرفش اول محاضره. الكلمه دي كانوا زمان بيقولوها سبيشال ساعة بس الكلمه بتطلع غير اللي انت عامله الاول. الكلام ده في اول محاضره قلت كان بيقولوا له بتوع البكالوريوس كده ان هو مش دقيق الكوميدون في الاكل وغيره وزي الويل ما مش بتاع الارتكاريا ده ارتكاريا وحاجات ثانيه فبقى كل الليجن دي بقى ليها ادر خلاص.